السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. إذا أولا نبدأ بتعريف المعادلات. المعادلة هي عبارة عن متساوية لكي تتكون من عدد أو عدة أعداد مجهولة لكي نعبر عليها بواسطة حروف، هما اللي كيتسموونا في المجاهيل في المعادلة ديالنا، وهادشي سبق لنا شفناه في درس الحساب الحرفي لي فالور دي زانكونو. اذا كنحاولوا نلقاو القيم ديال هاد الاعداد المجهوله باش كنتسماو لقينا الحل ديال المعادله. اذا حل المعادله هو ايجاد قيم المجاهيل. 3 اكس ناقص 1 تساوي 5، هذا مثال ديال المعادله كتسمى لنا une équation du premier degré à une inconnue appelée x. إذن هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، سميت من الدرجة الأولى لأن x الأس ديالو هنايا هو المجهول، x الأس ديالو واحد، وسميت بمجهول واحد لأن عندنا مجهول واحد فقط هنايا اللي هو x، ما كاينش مجهول آخر. 3x ناقص 1 تساوي 5 تتكون من طرفين اثنين، طرف عن اليسار وطرف عن اليمين، ممبر دو غوش و ممبر دو دروات. اذا نبداو بالطرف اللي على اليسار. الطرف اللي على اليسار دائما كنحاولوا نخليو فيه فقط المجاهيل، والطرف اللي على اليمين كنخليو فيه الاعداد المعلومه. الطرف اللي على اليسار ممبر دو غوش غادي يبقى لنا فيه فقط اكس، والطرف اللي على اليمين غادي يبقى لنا فيه فقط الاعداد النسبيه. دابا مثلا الا خدينا هنايا 3 اكس ناقص 1، اذا كنلاحظوا بان هذا ناقص 1 عدد نسبي، اذا خصنا نحولوها للطرف الثاني. اذا ننتقل الان طريقه ديال حل المعادلات. ديفينيسيون: résoudre une équation d'inconnu x, c'est trouver par quel nombre il faut remplacer x pour obtenir une égalité. Ce nombre est appelé solution de l'équation. إذن حل المعادلة ما هو؟ معادلة فيها واحد المجهول x، هو كنلقاو القيمة ديال هاد العدد x، وإذا لقينا القيمة ديال هاد x كيتسمى لنا حل للمعادلة. لو قلنا نشوفو غير الطريقة كي غادي نبداو نحلو المعادلة ديالنا. إذا عندنا هنايا ميزان، دائما ملي نبغيو نحلو شي معادلة نتفكرو هاد الميزان. هذا الميزان يتكون من كفتين وهو في حالة توازن. الكفة الأولى غادي يكون عندنا فيها مثلا الطرف الأول ديال المعادلة، والكفة الثانية غادي يكون فيها الطرف الثاني. وحالة التوازن اللي عندنا في الميزان غادي نعبر عليها تساوي. اذا غادي نحاولوا نعطيو مثال هنا ديال حل هذه المعادله هذه انطلاقا من هذا الميزان. قلنا بان الطرف اللي على اليسار كيكون فيه فقط لي زيكس، والطرف اللي على اليمين كيكون فيه فقط الاعداد المعلومه. اذا هنايا العدد المعلوم اللي كاين قلنا هو ناقص واحد، ما خصوش يبقى في اليسار، خصو يتحول لليمين. ناقص واحد خصنا نتخلصوا منه، باش نتخلصوا منه خصنا نضيفوا ليه المقابل ديالو. دائما كنفكروا في المقابل ديال واحد اللي هو زائد واحد، باش ما يختلش ليا التوازن ديال الميزان. بما انني زدت هنايا واحد، حتى في الطرف الثاني ديال الميزان خصني نزيد واحد باش يبقى دائما الميزان في حاله توازن. اذا غادي تولي لنا المعادله ديالنا هذا الشكل التالي. إذن 3 إكس تساوي 5 زائد 1 هي 6. دابا هذه هي الكفة الأولى ديال الميزان، وهذه الكفة الثانية. دابا عندي 3 إكس تساوي 6، دائما هذا هو الميزان ديالنا. 3 إكس راه هنا كاينة واحد العلامة ديال الضرب، باش نتخلصو دابا من هاد العدد 3 اللي كاين مع إكس، حيت قلنا الطرف اللي على اليسار خصنا نحتفظو فقط غير بإكس. دابا عندي هنا عدد مضروب في اكس باش نتخلص منه. العملية المقابلة للضرب هي القسمة، اذا غادي نقسم على العدد 3.
وبما أنني قسمت الطرف الأول على 3، الطرف الثاني خصنا نقسمه على 3. 3x إذا قسمتها على 3 غتشيلنا 3 مع 3 وتبقى لنا فقط x تساوي ماذا؟ 6 على 3. 6 على 3 تعطيني العدد 2. إذا الحل ديال هذه المعادلة هو x يساوي 2. اعتبار جانا المعادلة الأصلية ديالنا، غادي نديرو 3 في 2، غنحيدو اكس ونعوضوه ب2. 3 في 2 تساوي 6. 6 ناقص 1 هي 5. إذا عندنا 5 في الكفة الأولى ديال الميزان، في الكفة الثانية ديال الميزان تا هي عندنا 5. عملية زائد ناقص الضرب ثم القسمة، هادو هما اللي كنحاول نديرهم باش نقلب على الحل ديال المعادلة ديال، هما اللي غادي نشوفوهم حاليا في لي بروبريتي. إذا نبداو بلا بروبريتي نيميرو 1، ريغل داديسيون اي دو سوستراكسيون. اون بو اجوتي او روترونشي ان ميم نومبر او دو مومبر دون ايكواسيون، ممكن اننا نضيفو او ننقصو نفس العدد منين؟ من الطرفين معا ديال المعادلة ديال. عندنا الأعداد التالية A و B و K، سو سون 3 نومبر و إكسبرسيون نون نول. إذا كان عندنا A يساوي B، هادو هما الكفتين ديال الميزان، الميزان حاليا في حالة توازن. إذا ضفنا الكفة الأولى شي عدد، كنضيفو حتى نفس العدد في الكفة الثانية وما كتغيرش ليا المعادلة ديالي. نفس الشيء إذا درنا عملية الطرح. Cette propriété permet de résoudre les équations de type x زائد a تساوي b. إذا هذا النوع ديال المعادلات كنحلوه فقط إما بالإضافة أو الطرح. شوفوا المثال الأول ديال حل المعادلة، أن x زائد 6 تساوي 11، زائد 6 هي العدد اللي ما كاينش في المكان ديالو، خصنا نحولو للطرف الآخر. وباش نحولو للطرف الآخر خصنا نقصو ناقص 6 من الطرفين معا. إذا غادي تولي لنا المعادلة على الشكل التالي، إكس زائد 6 ناقص 6 تساوي 11 ناقص 6. من بعد الحساب غادي نلقاو بأن زائد 6 مع ناقص 6 تبقى ليا إكس، 11 ناقص 6 تبقى ليا 5. إذا إكس تساوي 5. إذا 5 هو حل لهذه المعادلة. إذا جينا حيدنا هنايا إكس وعوضناه بالعدد 5، 5 زائد 6 تساوي 11. إذا الكفتين بجوج ديال الميزان متساويتين، هنايا عندنا 11 وفي الكفة الأخرى 11. مثال آخر، عندنا إكس ناقص 3 تساوي 11. إذا لاحظتوا معي في المثال السابق كانت عندنا زائد، إذا ضفنا المقابل، حتى هنايا غادي نفكرو بنفس الشيء، غادي نضيفو المقابل ديال ناقص 3، غادي تولي ليا المعادلة ديالي هي إكس ناقص 3 زائد 3 تساوي 11 زائد 3، منساوش نضيفو زائد 3 تال الطرف الثاني، وبالتالي إكس تساوي 14. إذا 14 هي حل لهذه المعادلة. إذا عوضنا إكس بأربعة عشر عطينا 14 ناقص 3 تساوي 11، وبالتالي الحل صحيح. ننتقل الآن للمثال الثالث. إذا عندنا 2 إكس ناقص 3 تساوي إكس زائد 11. إذا إذا لاحظتوا معايا في هذا المثال مختلف عن المثالين السابقين، لأن كنلاحظو هنايا في الطرف الثاني عندي إكس وفي الطرف الأول عندي ناقص 3، وفي الأصل هاد إكس خصها تكون في الطرف اللي على اليسار وناقص 3 خصها تكون في الطرف اللي على اليمين. غادي نحاولو نبقاو غاديين خطوة بخطوة، نبداو بناقص 3 نحولوها للطرف اللي على اليمين. باش نحولها خصني نقص، خصني نضيف المقابل ديال ناقص 3، والمقابل ديال ناقص 3 هو العدد زائد 3.
إذن on va ajouter plus 3 aux deux membres. غتولينا المعادلة ديالنا بالشكل التالي: 2x ناقص 3 زائد 3 غادي تمشي لنا ناقص 3 مع زائد 3 وما نساوش الطرف الثاني زائد 3. إذا المعادلة شنو غادي تولي لنا؟ غتولي لنا 2x تساوي x زائد 14. إذا شنو غادي نديرو دابا؟ قدنا هاد x خصنا نحولوها الطرف الآخر. إذا x المقابل ديالها هو ناقص x، حتى هنايا ما نساوش ناقص x، وبالتالي المعادلة ديالنا خصنا نقصو منها ناقص x من الطرفين معا، وغادي تولي لنا على الشكل التالي: 2x ناقص x تساوي x زائد 14 ناقص x. من بعد الحساب 2x ناقص x كما سبق لنا شفنا هي x، وهنايا x مع ناقص x غادي تمشي لنا تبقى لنا 14. إذا حل هذه المعادلة هو 14. غادي نجيو نحيدو هنايا x، غادي نعوضوها 14، غادي تولي لنا 2 في 14 هي 28 ناقص 3 تعطينا 25. في الطرف الثاني عندي 14 زائد 11 تساوي 25. إذا 25 تساوي 25، وبالتالي 14 هو الحل الصحيح ديال المعادلة. ننتقل الآن للخاصية الثانية: On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même nombre non nul. يمكننا نديرو الضرب والقسمة على الطرفين معا ديال واحد المتساوية، ولكن دائما ردوا البال في القسمة، كنقسم على عدد غير منعدم. إذن A B K 3 نومبر و إكسبريسيون نون نول. إذن إذا كان عندي الميزان ديالي A كتساوي B، إذا ضربت في نفس العدد كتبقى دائما الميزان في حالة توازن، وإذا قسمت على نفس العدد دائما كيبقى الميزان في حالة توازن. Cette propriété permet de résoudre des équations du type A fois X est égal à B. احنا غادي نشوفهم في الأمثلة. المثال الأول: إذن 8X، إذن عندي هنا 8 مضروبة في X، وباش نتخلص من الضرب العملية المقابلة للضرب إذن خصنا نقسم على العدد 8 الطرفين معا. On va diviser par 8 les deux membres. 8X على 8 تساوي 32 على 8. 8 مع 8 غادي نختزلو بها تبقى لنا X، 32 على 8 هي 4. دونك 4 سي اون سولوسيون دو ليكواسيون، لان الى حيدنا اكس وعوضناه ب 4 غتولي لنا 8 في 4 تساوي 32. المثال الثاني: عندنا اكس على ناقص 3، اذا العمليه المقابله للقسمه هي عمليه الضرب. اذا خصنا نضرب في شي عدد الطرفين معا، شكون هو هذا العدد؟ هو المقلوب ديال ناقص 3، لأن هنا بحال عندي 1 على ناقص 3. إذا المقلوب ديال 1 على ناقص 3 هو خصنا نضرب في ناقص 3. On va multiplier par moins 3، غتولي لنا المعادلة ديالنا على الشكل التالي، وما ننساش هنايا الأقواس لأن عندي الضرب وعندي الناقص. إذا تمشي لنا ناقص 3 مع ناقص 3 تبقى لنا x تساوي 2 في ناقص 3 هي 6، وبالتالي 6 ناقص 6 هي حل للمعادلة. غنحيدو هنا x نعوضها بناقص 6، إذا ناقص 6 على ناقص 2 ناقص مع ناقص كتعطينا زائد 6 على 3 تساوي 2. المثال الثالث: 4 على 3 x تساوي 5، العدد ديالي مضروب هنايا في 4 على 3. إذا دائما خصني نفكر في القسمة، نقسم على نفس العدد عفوا باش نتخلص منه. إذا بغيت نقسم على نفس العدد هي غادي ندير الضرب في المقلوب ديالو.
Alors, on multiplie par l'inverse de 3 sur 4. نزيد نشرحها. 4 على 3 مقسومة على 4 على 3 تساوي 4 على 3 في 3 على 4. إذا العملية ديالنا غادي تولي على الشكل التالي: 3 على 4 في 4 على 3 في إكس، وما نساوش الطرف الثاني حتى هو نضربه في نفس العدد. إذن 4 على 3 مع 3 على 4 غادي يمشيو، لأن الضرب في المقلوب. وهنايا 5 في 3 على 4. من بعد الحساب غادي تبقى لنا إكس تساوي 15 على 4. إذن إلا عوضنا هنايا غتكون عندنا 4 على 3 في شحال، لقينا الحل هو 15 على 4. نحيدو إكس ونعوضها ب15 على 4 تساوي، شيلنا 4 مع 4 تبقالنا 15 على 3 تساوي 5. 15 على 4 هو حل لهذه المعادلة. في الختام أتمنى تكونوا استفدتوا. نخلي لكم بعد هاد مجموعة ديال التمارين تمارنوا فيها، تنشوفوا الحل في حصة قادمة إن شاء الله. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع تتمة هذا الدرس